في شهر أغسطس الماضي تداول ناشطون على نطاق واسع أنباء بشأن عودة الفنانة القديرة عبلة كامل للتمثيل، وحينها وردت الكثير من الأقاويل أبرزها أن عبلة كامل قررت خلع الحجاب واستئناف نشاطها الفني، وهو ما أثار صدمة للكثير من جمهورها. وحينها نفى المخرج محمد فاضل الأخبار المتداولة عن إخراجه لمسلسل يحمل اسم حارة ميزو للفنانة عبلة كامل والفنان نبيل الحلفاوي وإنتاج محمد أحمد السبكي. وقال المخرج محمد فاضل إن ما نشر عاري تماما من الصحة، حين إنه لا يوجد أي عمل فني يجمعه بعبلة كامل منذ عام 2018، وما يتردد ما هو إلا شائعات ليس أكثر. وأشار إلى إن الحساب الذي نشر ذلك النبأ هو حساب مزيف منتحل شخصيته ويدلى بتصريحات غير صحيحة تماما، كما إن حساب المنتج محمد أحمد السبكي الذي يظهر اسمه في البوست المتداول حساب مزيف هو الآخر. واحتوى المنشور الخاص بالحساب المزيف على نشره صورة للفنانة عبلة كامل وصورة من كواليس المسلسل عبر فيسبوك، وعلق قائلا ابتداء من السبت 21/8 هنبدأ تصوير مسلسل حارة ميزو مع الفنانة عبلة كامل والنجم نبيل الحلفاوي وكوكبة من النجوم. وخلال الفترة الماضية تعرضت الفنانة عبلة كامل لترويج عديد من الشائعات عنها طوال الوقت، استغلالا لفترة ابتعادها عن الوسط الفني وعدم الرد على تلك الشائعات منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد مسلسل سلسلة دم الجزء الخامس. وأشار الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل إلى إنها لم تعتزل التمثيل بعد ولم تخلع الحجاب، وتابع إنها تتمتع بصحة جيدة، مضيفا عبلة لم تعتزل الفن ولم تخلع الحجاب وهي كويسة جدا الحمد لله، وإن شاء الله راجعة للتمثيل قريباً.